الموجود. أنا طفل. لقد حققت بلادنا في مجال الطفولة مكاسب عديدة تترجمها مؤشرات إيجابية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما فيما يتعلق بضمان التمدرس الإلزامي والمجاني لكافة التلاميذ. وسيظل دعم الدولة متواصلاً لضمان جميع الشروط اللازمة لتمدرس كل الأطفال دون تمييز عبر جميع مناطق الوطن، لا سيما المناطق المعزولة ومناطق الذل، من خلال توفير وسائل دعم التمدرس كالحقيبة المدرسية والمنحة والنقل والمطاعم والتدفئة والتبريد، والاستمرار في بناء الهياكل المدرسية والشروع في ترسيم جميع الأساتذة المتعاقدين وفقاً للتعليمات الأخيرة الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية، ليرتفع مع نهاية السنة عدد الأساتذة والمعلمين في الأطوار الثلاث إلى أزيد من 560 ألف أستاذ لتحسين نسبة التأطير.